في كاتدرائية موسكو شارك مئات المؤمنين من المسيحيين الأرثوذكس في قداس عيد الميلاد الذي بدأ قبيل منتصف الليل، وشارك فيه رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف وحرمه. وبالمناسبة هنأ باتريارك موسكو ورسائل روسيا كيريل المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به روسيا وعدد من الكنائس الأرثوذكسية الأخرى في العالم في 7 من الشهر الجاري. ومن ناحيته شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قداس منتصف الليل في كنيسة بيديرين في مقاطعة فونج جنوب روسيا.